السويت جاهز يا بيك. شكرا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي فوت فورا على الحمام، مو طايق ريحتي. هاتن لقلك، هات المصاري. ليش طالع لك تسأل؟ مشان تتعلم ما تحشر حالك بحديث ما بيخصك. انت ما بتستاهل. ليش ما باخد تيابه وبهرب؟ والله فكرة فظيعة. لك هذا الوشم مو ألباتروس؟ اللي واشمه طير ألباتروس؟ لك العمى شو خطر لك؟ هذا الوشم صار له زمان ريهام، شبه؟ واشمه من زمان؟ إذا هيك معناته مجرد صدفة مو أكتر من هيك. صراحة يعني مو معقول تكون صدفة عادية وبس. لازم تحكي مع فتون، حاكيها وخدي منها موعد. ايه طبعا، بس أنا بالأول رح أخذ تيابك لنظفن تنظيف على الناشف، بيخلصوا أسرع. بدي فوت الدواش على السريع، يعني ما فينا ننظفن نحنا بشي فرشاية أو شقفة مبلولة أو هيك شي مثلا، بخاف يتأخروا فيهم وما بدي استنى. لا ولا يهمك، ما رح يتأخروا كتير، أساساً فتون في عندها شغل وبدها ساعتين تقريباً، ولبين ما هي ترجع بيكونوا صاروا جاهزين. إذا هيك تمام، خديهم، بس بسرعة. إيه؟ طيب ماشي، لا تضل مثل زيوس واقف. روح تدوش يلا. خلص عندي. ها؟ يعطيك العافية. أهلين. قديش بدهم هدول 306؟ بيكونوا عندك بعد ربع ساعة. شو؟ ليش مستعجل؟ نظفهم على مهلك، أنظف إذا على مهل، لازمين هدول التياب المسا. لا تاخذهم قبل. مرحبا. الأنسة فتون طلعت على الغرفة؟ عم تساوي مساج. طيب ممكن تخبريني أول ما تطلع من جلسة المساج؟ ما فيكي؟ ما مشكلة، معناته أنا برجع لأشوفها. شكرا كتير. وينك أنتي؟ بأقوى، بتعرفي في أكشن على طول. يا الله، شو عم تعملي هنيك ريهام؟ احكي. هاي ريهام، إمتى رح ترجع؟ سلميني عليها وليلى بيسلم عليكي. زبرجد مو؟ لا مو زبرجد. لا يلا كملي. طيب، جان بيك جابني معه على أوتيل، وما فيني فوت على الغرفة هلا لأنه هو من دون تياب. العمى شو؟ مرة أنت ومرة هو؟ شو اللي عم يصير معك؟ لك جان بيك بده يبيع الشركة، هذا هدفه هلا، بدي أحاول بأي وسيلة إنه أعمل شغلات تمنعه. ولك حتى فتون تاش ما عم تفكر بالشغل بنوب، عم تفكر كيف بدها تطبقه. جيهان لو تشوفي هالبنت ما أجملها، بتعرفي عارضة أزياء طبيعي، بس محسوبتك أخذت له تيابه لجان بيك كلياتهم على التنظيف وهو مو لابس، وإذا مو لابس فهميني شلون بده يطلع من الغرفة وهيك. لك لا شوفي شبكي. ألو ألو شو الموضوع؟ شوفي جيهان، شوفي والله خوفتيني. هلأ وقتك حل عني يا ما دخلك. جان بيك ثيابك. أيوة. تفضل خدهم. باخدهم أنا. طيب استناني بس شوي. ماشي. ما بيستاهل مصاري. يسلموا عزبتك. شكرا كتير يا بيك. تفضل جان بيك. يعطيك العافية، أنا حقلبس. خد راحتك. هاتن. ليش يا خانم؟ المصاري اللي شو بدك فيهم؟ أحيط. شو هاد يا؟ ما تعذب حالك، أنا بريد. لحظة، ألو؟ مرحبا جان بيك، معك رولا مديرة أعمال فتون تاش. فتون خانم عرفت إنك بالأوتيل وحابة تعزمك على فنجان قهوة، شو رأيك؟ أكيد بتشرف، أنا أجيت لهون لقابل فتون خانم. أنت بتحب؟ شاي مشاني، شاي مشاني. بيخلص شغلنا بعد شي ساعة تقريباً، وأول ما نخلص منتصل فيك، أوكي؟ طيب أنا بانتظار تليفونكم، تمام؟ تمام، منشوفك لك. يس، يلا خلينا نلحق. ما توقعت يتصلوا فيني هنن، عن جد برافو عليك ريهام. أنا رح روح أشرب لأنه نشف ريقي. خليها لبعد. تمام يا بيك، أنا ما بحب أعطيهم كل شيء من الأول. ما بتعرف شو بصير. دخلك شو مطولين هدول؟ والله علمي. عفوا. ما بصير.
بدي اتصل تليفون بس كأنه ما في تغطية هون، وين في تغطية منيحة؟ ما بعرف وين. خود. والله مرات بتكون منيحة ومرات بنوب، ما بعرف وين بتكون منيحة هون. يسلم، واستفدت منك كتير. بس هيك كتير؟ فهمت عليك. بس يعني مثل ما قلت لك، نحن لازم نعمل شوية تعديلات بديكور البيت. ألو؟ قبل ما يجوا الجماعة. أمير بيت؟ خليكي معي. عفوا مدام، بس ثانية بعديلي. ألو؟ ألو؟ شو بكي؟ لو سمحتي روحي لبين ما خلص مكالمتي بس، شكرا كثير لإلك. شو قليلة زي. ألو؟ لا مو أنتِ. أمير بيك، ليك أنا منعته لجان بيك من إنه يلتقي فيها، إي بس المشكلة مديرتها حكت معه وأنا ما عاد فيني سيطر على شيء هلا. يمكن أرجع أسيطر. لأنه خطرت على بالي فكرة وإن شاء الله رح تزبط معي. الله معك. لا تواخذيني، عادي عادي. بعتذر منك كثير. جان بيك بعت معي هي لحضرتك، رح يروح جولة بالقارب وبده اياكي تكوني معه. ايه تمام، بس انت مين؟ انا بشتغل بالاستقبال بهذا القسم، بس المدير قال لي حطي كمامه لما شافني مرضانه وعم اسعل. ايه طيب يلا يسلموا يسلموا. لك رولا سمعتي؟ قال انا وياه رح نروح مع بعض جوله بالقارب. ورجيني. ماني عم صدق. معناها اجى لهون ليعترف بحبه الي اكيد. طولي بالك. عم اقول لك هيك مشان ما ينتزع الماسك تبعك. ايه صح. يلا يلا بدي روح معك كمان، ماني تاركتك لحالك. بتفرج عليكم بالسرقه. ماني على سرقتك يا رولا، انا وجانو بالقارب كمان. يلا يلا. ليش ما اتصلوا لهلا؟ اذا بتحب بدي اقول لهم على الغرفه، رح اتصل واسال عنها. يلا يلا اتصلي خلينا نفهم. خلاصي. الو مرحبا، يعطيكم العافيه، ممكن تعطيني غرفه الانسه فتون تاش لو سمحت؟ طلعوا؟ طلعوا ما؟ عن جد عم تحكي؟ طيب شكرا كثير. معنا بالغرفة. قال لي طلعوا على البسكليت يعملوا مشوار. بسكليت معقول؟ ايه. قال إنه ما رح ترجع اليوم للمساء. المساء لترجع؟ لا هيك ما حيمشي الحال، شو عم تلعب معي هاي البنت؟ أحسن ما تلعب أنت بأمير بيك. العب بأمير بيك؟ جان بيك مبين انه المخلوقة مو حابة تشوفك، ليش ما منتصل بأمير بيك يجي لهون ياخذ ويعطي معه ونروح نحن؟ بما انه اجيت لهون ما بروح بلا محل القصة. من وين بدنا نستأجر بسكليتات؟ تعي تعي لنشوف. جان بيك هلا معقول رح تلاقي فتون بغابة كبيرة مثل هالغابة؟ هالطلعة بلاها برأيي. طريق البسكليتات واحد ولهيك منلتقي فيهم هنن وراجعين. هيك انت بتشوف؟ البسكليتات اللي عندهم غريبة كتير، بس شو بدنا نساوي؟ ما في غيرهم. ليك من الأول ما فيني سوق بسرعة. عم فكر نتسابق. ما خرج. Thank you.
ليش وقفتي؟ ليك هالمكان مرة قريت عنه بالمجلة، فينا نوقف هون شوي بس؟ طبعاً فينا نوقف، قريتي عنه بالمجلة وما نسيتي مثل العادة ما هيك؟ بس لكن انتبهي لأنه هذا منحدر وكتير بخوف. ما يهمك. هي اسمها صخرة العروس، قال سموا الصخرة بهالاسم لأنه بتشبهها. أنت بتعرف قصتها مو هيك؟ لا ما بعرف شو هي، خبريني إياها، أنا بحب هيك قصص. أوكي رح خبرك. قال في بنت حلوة كتير بتعيش هون بأقوى، بس ولا مرة طالعة منها. وقال بيوم من الأيام في واحد غريب إجا على أقوى، هو قبطان ولف الدنيا كلها بالسفينة، ما في أقوى منه. وهو لهداك الوقت ما كان في عنده حبيبة، بس لما شاف بنت أقوى وقع بحبها وعشقها. طبعاً البنت حبته كمان، وبعدين قرروا أنه يتزوجوا بعض. القبطان طلب البنت من أبوها، بس أبوها ما قبل، قال ما بيعطي بنته لغريب أبداً، ولهيك قرروا يهربوا مع بعض. خلص بلاها، هلأ بتمل من القصة طويلة. شو هالحكي ما رح مل كملي، حابب أعرف النهاية. وبعدين البنت الحلوة لبست فستان العرس وراحت على الشط ونطرت القبطان مثل ما اتفقوا هي وياه. إيه بس نطرت ساعات وأيام وهالقبطان ما كان يجي أبداً. البنت زعلت منه، بعدين قالت إذا ما رح أتزوجه يا بدي طير يا بدي أتحول لحجر، وبعدها تحولت لحجر. بتزعل مو؟ يعني هي مزبوط بتزعل. برأيي نمشي من هالمكان فوراً بلا ما نندم أو يصير شيء. بس لسه ما لقينا فتون. مو مشكلة، خليها هي تلاقينا، أنا ما عاد مهتم كتير، تعبت. مننطر لتفضى، شو بدنا نساوي؟ وينك فتون خانم؟ أنا كتير دورت عليكي. كتير حلو اسمع هالحكي منك، وأنا كمان من الصبح كنت عم دور عليك ونطرتك وما أجيت على جولة القارب، زعلت من قلبي. الجولة مو على البسكليت؟ يمكن موظف الاستقبال غلطان، واصلا في كتير جولات بالاوتيل، معبى عندهم نشاطات، ملخبط بين الجولات شكله. تفضلي نحكي جوا. عن جد جوا؟ معقول تحكوا بالغرفة؟ احكوا تحت احسن. يلا شكل مساعدتك بتحب تتدخل بكل شيء. يلا ليكوا المفتاح، بعدولي. تفضلي فتون خانم. شكرا. قبل اي شيء شو بتحبي نشربك؟ انا بفتره الديتوكس ما فيني اشرب شيء. ناديلي فتون بدون رسميه، ما نحن تقابلنا كذا مره من قبل وانا بناديلك جان. لك شو هالحكي هاد؟ لك شو هالحكي؟ يعني معقول ما تشربي شيء عنا؟ على القليله بجيب لك كاسه مي بارده، اكيد شوبتي وعرقتي. أصلاً شلون رح تعرقي بهالتياب هاي؟ تمام بشرب. جان بس كنت عم فكر إنه نقعد نحكي عن انفراد. طيب معناتها بنطلع على التيراس. رح جيب كاسة مي وإجي لعندكم. فتون ليكي أنا جايتي كانت لسبب. إطلالة السويت تبعك كتير حلوة. لا تقولي طولت، هي جبتها، ما بعرف إذا منيحة برودتها، إذا بتحبي فينا نفوت لجوة تقيسي البرودة على مهلك. هلأ ببين. منيحة البرودة، مناسبة كتير. إذا احتجتوا شي نادولي بيجي فورا. شكرا لك ريهام. ما بدنا شي بنوم. طيب معناتها رح فوت لجوا. هاتي لفوتها. مو ضروري خليها، فيك تروحي.
يلا. مهضومة هالصبية. ايه ظريفة. يا الله مو قدراني اسمع، شو بدي اعمل؟ عن جد منيح صحفيين الباباراتزي مالن هون وشايفيننا، تخيل لو شايفيننا بهالوقفة. انت شاب اعزب يعني، وفوق هاد انت اشهر واحلى شاب بكل البلد، وانا اشهر عارضة ومحبوبة. المانشيت جاهز، هما ثنائي السنة. يا الله. ايه عن جد منيح اللي مالن موجودين، فعلا معك حق. فوتون، أنا بدي أحكي معك بخصوص عرض الشغل اللي قدمته. أي عرض هاد؟ أنا بصراحة كتير حابة أشتغل معكم جان. ما رح أقبل باتفاقك مع أليم فوتون، يعني هذا الاتفاق بدكم تلغوه. محتاجينك بالشغل لشركتنا، بدنا مساعدتك. لك ما عم أفهم شو عم يصير. الظاهر إنه مساعدتك مهتمة بالحديث. المهم شو كنا عم نقول؟ ما رح أقبل إلا تشتغلي معنا فتون. يعني بتتفقي معنا الصبح بالأول وبعدين بتتراجعي، وإنتي وقالين بتتفقوا. هالتصرف مانو مهني أبداً. قلت معنا، بس شو قصدك يعني؟ الإيجنسي هي أنت فيها هلأ؟ يعني أنت صرت المدير؟ لفترة قصيرة. ما عم صدق، يعني أنا إجاني هذا العرض للشغل منك أنت؟ صدقني ما كنت عارفانة إنك المدير. إلغي الاتفاق مع ألين، أوكي؟ بس أنا ما فيني إلغي الاتفاق لأنه ألين عم تبتزني بشغل. كيف؟ عم تبتزك؟ بشو عم تبتزك؟ بخجل أحكي بالموضوع. فتون، احكي لي الموضوع، ما في شيء ما له حل. اصلا انا بستسلم لما تتطلع بعيوني وتقلي بدي اياكي، ما بقى فيني قاوم. طيب، في صوره اللي كنت سمينه، الحواجب كتير طوال، وفي شام كبيره على وشي. ايه، وألين عم تبتزني بهي الصوره، تخيلت نزلها مواقع السوشيال ميديا. ساعتها رح يفضحوني يا جان، بيفضحوني. سبقيها بخطوة ونزليها أنت. كيف؟ نزلي الصورة ولا تخليها تبتزك. ما بعرف. وثقي فيني، أنت حملي الصورة تبعك واكتبي تحتها الجمال لمن يعرف رؤيته، أحب نفسي بكل المراحل. كتير رومانسي هالحكي، لك من وين خطرت لك هالفكرة الحلوة؟ إيه رح نزلها هلأ، تحمست كتير. وين الشبكة يا الله؟ ألو؟ أمير بيه؟ أمير بيه؟ ألو؟ ريهام من الصبح عم بتصل فيكي وعم يطلع لي موبايلك مغلق. ما سمعت، الشبكة هون كتير سيئة. شو قلت؟ لو تعرف قديش عم عاني بهالأوتيل. أنا بصراحة ما قدرت أمنع لقاء فتون وجانبي. شو عم تقولي ريهام؟ أنا ليش بعتك؟ ما عم اسمع صوتك منيح، انت عم تسمعني؟ ليش هيك ريهام؟ انا ما طلبت تمنعي انه يشوفها. ايه بس هي فتون دبقه، لزقت بجانبيك وما عاد خلتني اقرب عليه. شو حكوا طيب؟ فهمت انها كانت عم تقول حابه اشتغل معكم، بس بعدين ما عاد سمعتهم ابدا. حاولي تنزعي هاللقاء وخبريني اذا صار اي تطورات. تمام؟ طيب تمام. اوف، كيف بدي انزع هاللقاء؟ يا الله جان، عن جد أنا ما عم صدق إيش اللي صار. الناس حطوا لي 1240 لايك بسبع دقايق، شي كتير حلو. أنت عبقري يا جان. طلع، إذا هيك خلص ما عاد في داعي إنك تشتغلي مع ألين.
أنا وألين وقعنا عقد بصراحة. وبهالحالة بتعرف تقدر تعمل لي مشكلة كبيرة. شو العرض تبعك مقابل إلغي العقد؟ أنت شو بدك؟ خلص منحكي بالموضوع بعدين، بس في شغلة بدي إياها، إنك أنت اللي تصورني. هالشي مستحيل، أنا ما بصور شي بخص الموضة أبداً. إيه بس هلأ الأحسن. ما في أحسن منك أنت، أنا دايماً كنت أحلم. جبت لك غطا، خفت عليكي إنه تبردي يا روحي. تعرفي على الغروب ببرد الطقس، مو ضروري تبردي. هيك منيح. ليكي شفتي غابت الشمس وكاسة المي بتكون سخنت هلأ، ما بيصير. مشان هيك رح روح جيب لك وحدة بدالة. أولاً المي ممتازة، وثانياً هذا ماني بحاجته أصلاً، كتير شوب، فشكراً كتير إلك. يا الله شفت الشمس عم تغيب فهيك خطر لي. أنا معي فقر دم، بفكر الكل مثلي بسرعة بيبردوا. أنا ما معي. يلا رح قوم لك. فكر بالموضوع على إنه بداية علاقة طويلة وحلوة، أنت وأنا. هلأ أنا فعلياً ما بيهمني اللي عم يصورني إذا كان أحمد أو محمد يعني، بس الشغل مع إلين حيكون أحسن. خلاص فتون، أنا وأنت أعمل معروف. إذا ما عم تفكر فيني فكر بالإجنسي وبشغلكم لو سمحت. لو سمحت. تمام تمام، أنا رح صورك. كتير حلو جان، حبيت. بدنا نحتفل بهالقرار على عشاء لحالنا المساء. أوكي. أي خلصنا بقى. خير في حريقة، هربوا بسرعة. شو هقولي والمصاري اللي دفعناها؟ شو يعني رحنا مصارينا كلها؟ امشي امشي، اطلعوا بسرعة هربوا. شو صاير الحريق وين؟ في حريق. شوفي وين الحريق عم يحترق. قولي هلا بيحترق الشنطة. كثير كثير خلينا نهرب. بسرعة شو صار لك؟ انا اللي بحملها. اهربي ما في وقت. يلا بسرعة في حريق. قولي استعجلي لك احترق الاوتيل. يلا شو هالحريق هاد؟ ما عرف يصير غير وانا بالحمام. لك شو هالحظ هاد؟ مين شغل الإنذار؟ ما بعرف، عم يحترق الأوتيل، خلينا نطلع من هون بسرعة. يلا يلا بسرعة بنتي. بدك تاكلي؟ أي لك أم باكل؟ أنا لازم أكل مع فتون مشان كمل حكي معها. إذا بدك اطلبي شي على الغرفة. ما عاد بدي، في مطعم هون حلو بدي روح عليه، قريت وشفت صوره بالمجلة، بدي روح أكل فيه. والأكل كله بحري عندهم، لجرب حظاتي من البحر. الأوتيل عم يحترق. باي. جان بيك انت وقت شفتك ما تحملت. انا كأني بحلم مو مصدقة.
صح هو حلم مو أكثر. شو عم تساوي؟ شو هالأحلام هدول؟ خلص كني. جان بي خير؟ على أساس تاكل مع فتون خانم صح؟ القعدة خلصت بكير، فيني أقعد؟ طبعاً. شو عم تاكلي؟ شو طلع حظك من البحر؟ طلع سردين. هذا مو اسمه. بس ما بده سكين وشوكة، لازم يتاكل بالإيد، فيك تاكل هيك؟ إذا سمحت جيب لي وجبة سردين أنا كمان. أكرم يا بيك. مو شغلة صعبة إنك تروح تصور اللاجئين وتصور أطفال أفريقيا؟ لا، الواحد مع الوقت بيتعود. بصراحة العيشة بإسطنبول فترة طويلة بشوفها أصعب. عن جد بستغرب لما بشوف اهتمامات الناس ديتوكس وميتوكس ونسيانين، إنه في مشاكل أكبر. تعرف إني حابة كمل حياتي بجالاباغوس؟ جالاباغوس؟ إيه. حلو، جريئة. وليش بقى؟ الصراحة لأني شفت بالحلم أني حأستقر فيها وأقعد أكتب روايتي الخاصة. فكرة عظيمة، لازم تكتبيها. متحمس لأقرأ هالرواية. جالاباغوس هي مكان هجرة طيور الباتروس. بعرف. بتصيري مثل البنت الصغيرة وقت تخجلي. كيف قدرتي تضلي بريئة لهالدرجة؟ ما بعرف. برد الجو، وأحسن ما ضلني حامل الجاكيت. حطيه هيك أطفالك. شكراً إلك. لما بقعد هيك بحكي أنا وياك بحسك رجال ما في منه. طيب شلون بالواقع أنت؟ شبني أنا؟ شو قصدك؟ ليش قلعت ليلى من الشغل؟ ريهام أنا ما قلعت ليلى من الشغل. فحص اللابتوب تبعها طول مشان هيك. ايه طبعاً، أنت ملاك ما بتغلط، بتساوي هالشغلات لمصلحة شركتكم بدون نوايا سيئة. لا تؤاخذنا. شو قصدك بهالحكي؟ فهميني، لوين بدك توصل؟ يحكي بصراحة. أنت مديري، لهون بدي أوصل. نحن ليش قاعدين هون؟ أنا فهمانة نواياك وبعرف اللي بدك توصل له. نواياي؟ إيه ما تواخذيني. من هلأ حأتعامل معك عني مديرك، إيه؟ أيوة. يلا جايين. السيارة صارت جاهزة. ريهام وينك انت؟ ليش ما جاتي حكيتي معي اليوم؟ ما قدرت امير بيك. جان بيك وفتون اتفقوا على الشغل، ما قدرت ساوي شيء. لا تواخذنا. شلون ما قدرتي ريهام؟ تعرفي نتائج هذا الاتفاق شو هي؟ اذا اخي زبط هذا الشغل نحن رح نخسر الشركه. انا ما بعتك لهنيك تتسلي، بعتك لتخربي له اللقاء. امير بيك ما كنت عم اتسلى، كل الوقت فتون ملزقه بجان بيك. انا شو كان فيني اعمل؟ ريهام خليكي متذكره انا شو عملت لحتى ساعدك. تمام، بعتذر، معك حق. لا تواخذني.
رح تقلعني ولا لا؟ طبعا لا، بس ما عاد بدي غلط تاني بعد هلا، تمام؟ تصبحي على خير. وانت بخير امير بيك، مع السلامه. إذا بدك أنا بسوق عنا. ما في داعي، بدفع المخالفة، اطلعي. ريهام، ريهام. نعم. وصلنا. لوين وصلنا يعني؟ وصلنا عبيتك. وكيف بتعرف بيتي وين بيكون؟ اتصلت امك وانتي نايمة ودلتني. شان بيك امي اتصلت وحكيته؟ خافت عليك. يا حرام، لسه مانك عارفان الورطة اللي وقعت حالك فيها. تصبح على خير جان بيك. شكرا كثير لك. يلا عزبتك اليوم، لا تواخذني. ولا يهمك. مساء الخير، اهلا وسهلا. مرحبا وهيبه خانم، كيف صحتك؟ بخير شكرا لك، انت كيفك؟ انا منيح بنشكر الله. ما كان في داعي تعذب حالك وتوصل بنتي، عن جد شكرا. لا عفو، ما عملت شيء. مرحبا، انا جيهان. وانا جان. اهلين جان. ايه جان، جان. وانا انجي، قصدي انا جيهان. تشرفت بمعرفتك. مرحبا يا بيك، انا ميربا تكون جارتهم. كنت جاي وجايبت لهم فطاير. بدي لك وحده؟ بشو؟ باللحمه. ممتاز. لا انتبه، هاي الفطاير بتسمي. مو مشكله. مساء الخير ريهام. اهلا وسهلا فيك اخي، انا مظفر. مين بتكون حضرتك لحتى توصل بنت جيراننا الحلوه على بيتها بهالوقت المتاخر؟ انا جان، مرحبا. اوف، ايده عرقانه. إيه ما اخلصها. على فكره انت واقف مع اغلظ المخلوقات بالدنيا. مسخ لي ايدي. جان بيك هو مديري. مديرك؟ غريبه. معقول المدير يوصلك على البيت؟ والله شكرا جان بيك، طلعت انسان لطيف كثير ومحترم. انك كل يوم توصل الموظفين تبعك هذا شيء حلو كثير ومهم. يلا بكره بس ريهام تتزوج هيك بنكون عم نريحك من توصيلتها. خلص بلا مشاكل مظفر. طيب. جان بيك، عذبت حالك ووصلتني لهون، شكرا لك. خليني وصلك على السياره. تفضل فوت واشرب شاي معنا، يعني مو حلو تروح هيك. تفضل. بس لحظه جان بيك، انت تاخرت ولازم تمشي. جان بيك تعب كتير اليوم وعنا شغل بكرة، خليني وصلك. عم نستنى تشرفنا بزيارة. نورت حارتنا. تصبحوا على خير يا جماعة. جان بيك شوفوا وقت تاني إن شاء الله. شوف الوقت أبصر. شكرا كتير جان بيك، عزبتك. يعني كيف يوصل على البيت؟ شبكي. باي باي. لك وهيبة كبي ورا مي مشان يرجع. الفيلم تبع اليوم خلاص، كل واحد فيكم يرجع على بيته بسرعة. جيهان بكرة بحكي لك شو صار معي اليوم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. مرمو تعالي على البيت. يلا جاي، أكيد أنت رح تحكي لي كل شيء عن هذا الشاب. ما باي. اسمح لي أقول لك مين بيكونوا لك. شو ناطرة خالة، يلا تصبحي على خير. جان بيك هاد شاب حلو ومحترم ومؤدب وكتير شخصية وغني كمان، شو الوضع؟ تصبحي على خير. وقفي شوي، طلعي فيني. اصحك مرة تانية تتأخري هيك، موتيني من خوفي. مو حاسة انك بهدلتيني؟ انا مو بنت صغيرة، كان عنا شغل بأقوى. طلعي بعيوني. امي، امي لا تطلعي فيني هيك لاني بحس بالخوف. اعترفي، في شي بينك وبين جان بيك ولا لا؟ قولي. كيف يعني؟ لا، شو بده يكون فيه؟ ايه طبعاً،
أصلاً لو كان في شيء كنت استغربت. تصبحي على خير، أنا بدي نام. استني لسه ما خلصت حكي. ريهام